شكرا نسرين. طبعا مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم بكل حب وبكل خير. دائما غافله يوم جديد بنروح وين ما كان. اليوم احنا معكم بوادي شعيب وتحديدا عند موقع مقام نبي الله شعيب. طبعا راح نحكي كثير عن نسبه تسميه وادي شعيب مع الدكتور احمد الخرابشه مدير اوقاف البلقاء. وصب عليه صباح الخير دكتور. صباح النور يا مرحبا دكتور. بدايه تحكي لنا عن وادي شعيب وسبب تسميه وادي شعيب. يعني من الاسم واضح تماما انه كلمه وادي شعيب هو عباره عن وادي يقع بين جبلين كبيرين، وهو منسوب الى شعيب عليه السلام النبي المذكور اسمه في القران الكريم. دكتور تحكي لنا عن المقام وايضا عن عدد السياح القادمين الى هذا المقام. هذا المقام هو مقام ومسجد شعيب عليه السلام، والحقيقة هو واحد من ضمن مجموعة من المقامات التي توجد في محافظة البلقاء. وهذا المقام الحقيقة يعني جاء إنشاؤه تكريما وتخليدا لذكرى الصحابة والأنبياء الذين مروا بهذه المنطقة وعاشوا بها، والحقيقة يعني مرت عليهم ذكريات في هذه المنطقة وأقاموا وارتحلوا فيها، ولذلك أقيمت هذه المقامات تخليدا لذكرهم. قصة النبي شعيب دكتور. النبي شعيب عليه السلام هو الوارد ذكره في القرآن الكريم، هو أحد أنبياء الله عز وجل مبعوث إلى قوم مدين، وهؤلاء قوم الحقيقة كانوا يعبدون الأيكة، والأيكة هي نوع من أنواع الشجر. وكما يذكر المفسرون بأن هذا النبي عليه السلام ورد ذكره في القرآن الكريم 10 مرات في مجموعة من السور القرآنية، وشأن إخوانه الأنبياء والمرسلين جاءوا لإصلاح فساد كانوا يعيشه أقوامهم. والفساد الذي كان يعيشه قوم شعيب عليه السلام هو أنهم كانوا يعبدون الأيكة، إضافة إلى ذلك أنهم كانوا يبخسون الكيل والميزان، فهم كانوا يعانون من فساد في هذه الناحية. وجاءت رسالة هذا النبي من أجل إصلاح هذا الفساد الذي كان يعاني منه هذا القوم وأيضا هؤلاء القوم. وأيضا الحقيقة أنه لفصاحته وقوة حجته وقدرته على دحض شبهات قومه ومحاججتهم أطلق عليه لقب خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. واضح من كلمة شعيب أن شعيب هي في اللغة العربية لفظة تعني تصغير شعب، والشعب هي القبائل المتوزعة أو المتنوعة. والحقيقة أنه من كلمة شعيب يدل على أن شعيب عليه السلام من اسمه له نصيب، فكأنه يعني بمثابة شعب أو قبيلة بأكملها بخطابته وفصاحته وقوة رسالته. دكتور بسؤالي لك، دور وزارة الأوقاف وأيضا أوقاف البلقاء بالمقامات الموجودة داخل محافظة البلقاء. الحقيقة الدور لا يقتصر على مقامات البلقاء، وإنما على كل المقامات في شتى أنحاء المملكة. هناك لجنة ملكية متخصصة تشرف على أعمال هذه المقامات وتديرها. والحقيقة أن الاهتمام بالمقامات أولا هو في الناحية العمرانية والإنشائية، وهناك مبالغ ترصد لكل مقام إنشاء وصيانة ومتابعة، وأيضا هناك فرق للصيانة والنظافة موجودة باستمرار في كل مقام من هذه المقامات، إضافة إلى تأمين الحراسات بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين. وفي كل مقام الحقيقة هناك مشرف لهذا المقام وإمام يقوم بعمله كإمام للمسجد وخطيب وواعظ، إضافة إلى دوره في إرشاد السياح ودلالتهم، وأيضا شرح معلومات عن صاحب المقام والمقام بشكل عام لكل من يطلب هذا الشرح. دكتور سؤال الأخير لك، نسبة السياح وأكثر الدول التي تأتي إلى مقام نبي الله شعيب. الحمد لله رب العالمين أنه السياحة الدينية نشطة جدا في موضوع مقامات الصحابة الأجلاء والأنبياء، ونحن يعني لدينا إحصائية تشير إلى وجود ما يقارب من 5 إلى 10 آلاف سائح شهريا يزور المقامات من خارج البلد. والأميز من ذلك أنه بعض الناس الذين يزورون المقامات هم من الأشخاص ذوي الشأن من أمراء ورؤساء دول وسفراء وما إلى غير ذلك،
إضافة إلى السياحة الداخلية، وأنتم شاهدتم بأعينكم كيف أن هناك الحافلات تقل السياح من طلبة المدارس وغيرها ممن يؤمون هذه المنطقة الاستمتاع بروحانية المقام وجوه، وأيضا الاستمتاع بالمنطقة كلها اللي هي منطقة وادي شعيب وغيرها من مناطق المقامات اللي توجد فيها المقامات. وتشير الإحصائيات أنه أكثر الدول نشطة في مجال السياحة الدينية لمقامات الصحابة هي دولة ماليزيا. شكرا دكتور ويعطيك ألف عافية. حياك الله يا مرحبا. وايضا اعزائنا المشاهدين معنا دكتور عبد الرحمن عبد الجليل المنشد الديني، طبعا بيصب عليك ومباشره بدنا تنشد لنا دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك وبارك فيك، حياكم الله واكرمكم الله. نستغل الوقت ونسمع اخواننا المشاهدين مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد بشر وليس كالبشر، محمد يا قوتة والناس كالحجر، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كان قد خلقت كما تشاء، من مثل أحمد في الكونين ناهواه، من مثل أحمد في الكونين ناهواه، بدر جميع الورى في حسنه، بدر جميع الورى في حسنه تاه، من مثله وإله الكون شرفه، من مثله وإله الكون شرفه، بالخلق والخلق